المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة والفنون والآثار لمملكة أطلانتس الجديدة أرض الحكمة. نشكر هذه الجمعية وهذه هؤلاء الطلبة بجامعة محمد بوطياف بن مسيلة على هذه المبادرة الطيبة والقيمة. أين اليوم نحن جمعية انطلاق لذوي الاحتياجات الخاصة لتنظيم اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة اللي حبينا نكرموا فيه هذه الفئة اللي راهي تعاني في المجتمع بزاف. هذا ما قدرنا ندير والله غالب. نشكركم مبادرة طيبة ولقد يعني غرستم البسمة في هذه الفئة وشفنا تفاعلهم مشكورين. الهم الوحيد نتاعنا هو إدخال الفرحة والسرور على هذه الفئة. ونشكر أيضا جامعة مسيلة جامعة محمد بوطياف على توفير القاعة والتسهيلات اللازمة لإنجاح هذه التظاهرة وبارك الله في الجميع. شكرا أخي.